مع انتشار ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات بشكل لافت مؤخرا في المجتمع وخصوصا في أوساط الشباب، كان لابد للبحث عن طريقة لعلاج من أدمن هذه الآفة. ولأجل ذلك أطلق فريق طبي وعدد من الناشطين قبل نحو عام مركزا لعلاج المدمنين على المخدرات ورعايتهم ومتابعة حالتهم حتى الشفاء. اصابت إصابة حربية، كنت أخذ أدوية من بين الأدوية مسكنات قوية، صرت أزود الجرعة، يعني بعد ما تعافيت على الأدوية صرت أزود الجرعة من عندي المسكنات، أفكر حالي إنه والله عم بتوجع أكثر، لحتى لقيت حالي مدمن، يعني إدمان قوي. صرت أدور على مصادر ثانية، إنه تجار حشيش، تجار، صرت أخذ غير المسكنات يعني حبوب هلوسة، إنه بدي شيء يعني لها يعبي لها الراس. واستطاع المركز علاج 30 حالة إدمان بشكل كامل ومتابعتهم صحيا ونفسيا، ولا يزال العمل في المركز جاري على حالات أخرى. ويعتمد المركز على البروتوكول المعتمد في منظمة الصحة العالمية وفق أعلى الشروط والمعايير. تم الاستجابة للظروف التي كانت ملحة لإنشاء هذا المركز الذي تأسس بتاريخ 3/7/2017. الأهداف: 1 إيقاف انتشار المخدرات معدن، 2 إنقاذ الضحايا من النهاية، 3 إعادة تأهيلهم، 4 استفادة من طاقاتهم. اعتمدنا في هذا البرنامج في هذا المركز على بروتوكول MHGAR، أطباء عمل القرارات الذي أثبت لدينا نجاحا ونتائج طيبة. ويتحدث القائمون على المركز أن مركز علاج الإدمان لا يزال يعمل بشكل تطوعي وبجهود كادر المركز الطبي والإداري دون وجود أي دعم من أي منظمة طبية أو إنسانية. وتأمل إدارة مركز علاج الإدمان بريف درعا أن تساهم بعلاج عدد كبير من الحالات التي وقعت بفخ المخدرات، لعل هذه الآفة تنتهي قريبا. الشفاء إن شاء الله بتطلع من هون، عرفت شلون، وبترجع لحياتك الطبيعية، بتمارس أعمالك، وممكن إنك تتزوج وترجع لأهلك.